اهلا بكم. والجزء الثالث من زراعة الرمان من البذور ده، الحجم بتاع القصيص او المكان اللي انا زرع فيه البذرة، ودي شكل النمو بقى بعد تقريبا يعني 8 شهور او يمكن سنة، طلعت لحد فوق خالص. طيب، واحنا دلوقتي في نص واحد، وهنشوف بقى ايه المعاملة الشتوية اللي المفروض اعملها علشان الشتلة دي تنفجر بقى في النمو بأمر الله على بداية الربيع. اول حاجة هعملها، ما ينفعش تبقى النبات بكل هذا الافرع الطويلة خالص، وكمان على 3 افرع رفيعين، فرع واحد بس هو اللي شغال قوي جدا، والفرعين التانيين يعني واحد فيهم اهو والتاني ضعيف جدا. اول حاجة هعملها هبتدي اقلم الافرع اللي ملهاش لازمة. وهنا يجي السؤال، حضرتك هتربيها في حديقة، يعني بتكبرها عشان تتربى في حديقة، ولا بتكبرها علشان تبقى في قصيص في بلكونة ولا في روف؟ لو هتربيها في حديقة يبقى لازم يكون فرع واحد بس او ساق واحدة، هننقي وننتخب اتخن واحد ونسيبه هو اللي يطول لحد 2 و3 متر، وبعد كده نبتدي نقلمه من فوق. ولكن بالنسبة للزراعة المنزلية ممكن تسيبه على 2 و3 عادي خالص، لكن الفرع ده ضعيف مش هاخد منه حاجة، وبالتالي انا هقصه كده. الفرع ده ينفع ان انا ازرع الفرع ده، بصفة كبيرة هيموت وهيبقى تعبان، لكن ينفع ان احنا نجرب. فلو عايز تجرب هتعمل كده، وهتيجي من فوق تاخد القمة النامية بتاعته كده اهو. الفرع ده تقدر ان انت تزرعه، وهنشوف بقى هتزرعه في مية طبعا او في طينة وصوبة والكلام ده كله زي ما احنا شفنا في 50 فيديو مع بعض، ونسبة علشان هو بس رفيع، فهتلاقي نسبة النجاح بتاعته تقريبا من 20 لـ25%. زي بالظبط ده فرع جهنمية، زرعه من 3 اسابيع، ابتدى يلسن من تحت اهو، وطلع اوريدي القمة النامية التانية بعد ما تقص من فوق، طلع قمة نامية وابتدى يشتغل اهو. فيعني بيبقى فيه نسبة نجاح ولكن ضعيفة شوية. هاجل الفرع الواحد بتاعي الكبير او الصغير، بص الصغير ده رفيع ومهزوز ازاي، فهاجي كده على نصه او تلتينه واقص، وبالتالي هو الفرع بقى عامل من هنا كده اهو، وطالع معايا لحد هنا، كفاية عليه قوي كده. نيجي على الفرع اللي احنا طلعناه ده، ممكن اشيل كل الورق بتاعه واسيب اخر ورقتين 3، واجي في النص برضو اقصه واحطه برضو في مية واحاول ان انا انبته. نيجي بقى للفرع الكبير، بصوا طالع لحد فين، بصوا طالع لحد فين. طيب هنيجي نعمل ايه عند الفرع الكبير بقى هنا، هو ده من هنا تخين، من تحت تخين، وبعد كده طلع فرع جانبي ضعيف، وبعد كده اتفرع 3 بقى، 3 افرع جانبية، واحد فيهم قوي وواحد نص نص وواحد ضعيف. تمام، انا ممكن اعمل ايه، ممكن ابقي 3، لكن الضعيف ده هاخد بقى استنى عليه 10 سنتي واقوم قاصص، واي افرع جانبية طالعة منه هشيلها اهو كده. و بعد كده الفرع الثاني ده قسم لفرعين، هاجي من هنا على 10 سنتي وهاجي من هنا على 10 سنتي، تمام، واي افرع جانبية هشيلها. خلاص بقى فهمنا الطريقة كده. احنا بنعمل ايه، بنركز النبات على الدفع الخضري لما يجي ان شاء الله الربيع. الفرع الكبير ده بقى لا، انا هسيبه لحد اهو كده، والفرع اهو هسيبه لحد ما يبتدي يرفع. يعني بص كل اللي جاي ده رفيع، لا انا مش عايز الرفيع، انا عايزه لحد ما اخر حته كان تخين فيها هنا هو مثلا، ما يهمنيش ان هو ادى خشب كتير دلوقتي اهو، واشيل. يبقى هو ده شكل النبات الاخراني بتاعي اهو كده، ده المنظر النهائي بتاع النبات. واحد يجي يقول لي
لو انا هربيه في الارض هعمل ايه؟ لا مش هتعمل كده، انت هتشيل كل الافرع وتسيب فرع واحد بس، وهو ده اللي هنقصه من فوق. اي حته او اي نمو رفيعه مهزقه كده هو احنا ما مش هنستفيد منها خالص. برضو دي ممكن ناخد الورق بتاعها. والله لو عايز تشيل القمه الناميه نفسها ما فيش مشاكل، وتيجي في النص تقوم قاصص قصه اهو، بقت 2. انا ما بحبش اخسر حاجه وما بحبش ارمي حاجه يمكن كان يجي منها يعني. ده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه هنبتدي بقى ايه؟ ان احنا ننقل النبات، وهنعمل برضو تأقلم للجذور دلوقتي، دي حاجه مهمه جدا. تعالى ان احنا نبتدي نفرغ الازازه دي، زي ما شفنا في فيديو قبل كده ازاي ان انا افرغ الازازه دي من غير ما بعطر الدنيا، ولو اني اقدر في الوقت اللي انا فيه ده ان انا فعلا افكفك كل حاجه واخلي الزرعه كلها في ايدي، يعني اسمها ملش بقى، تملش الزرعه من التربه يبقى الجذور كلها قدامك. فانا ممكن اعمل كده مش هيحصل اي مشكله في الوقت اللي انا فيه ده. هبتدي بقى افلفل التربه من تحت واتاكد ان هي فلافي او يعني مش مكتمه، وطبعا التربه لازم تكون معقمه تماما. ونقيس. هتقول لي ده في حته عليه ومش مشكله، احنا كده كده هنموت الجذور فمش فارقه. نجيب بقى مقص او قطر، اهم حاجه تكون حاميه جدا، ونبتدي نقص الازازه دي. هنفكفكها من تحت، نحافظ على المحتوى التربة ده كله كده اهو، لكن هفكفكها من تحت. طب والجذور اللي انت لقيتها من تحت دي قصها كلها، يعني الاطراف بتاعتها، هيحصل حاجة للنبات؟ خالص العكس، هيبتدي يطلع جذور تانية بتفرعات اكتر اهو كده. وبعدين هبتدي ان انا احطها. التربة الجديدة اللي انا حاططها دي لازم يكون فيها محتوى سماد عضوي، يعني كومبوست لطيف. الدنيا دلوقتي تلج، فخلينا نقول ان السماد العضوي ده هيدفي الدنيا ويظبطها. وهنا هجيب ورق الوفيرا وابتدي اقطعه في التربه كل رقه كده. الالوفيرا ده سماد جميل جدا، وفي نفس الوقت مطهر فطري ومليان عناصر، وكمان منشط للجذور ومقوي عام، يعني حاجه كده من الاخر. ده فوائده للزرع طبعا، لكن ليه فوائد للبشرة وفوائد للمعدة وفوائد للشعر وفوائد للجلد، يعني لا غنى عنه طبعا يعني. طيب قربت اخلص كده، هنعمل حاجة تانية. نجيب لفة تانية من السماد ده جنب طبعا الكمبوست، وكده كده انا وانا بعمل كمبوست بحط الوفيرا يعني في الكمبوست، بدل بقى ما نجيب رايزوليكس ولا يونيفورم ولا اي حاجة من المبيدات الفطرية الغالية جدا دي. هو كفاية تبقى زرع عندك شتلة ولا اتنين من الالوفيرا وتعمل منها بقى محلول سماد الالوفيرا علشان منشط للجذور، وعلى فكرة هو هرمون جذور حلو جدا برضو. بعد كده هعمل حاجة تانية، هجيب قشور البيض، ليها فوائد كبيرة جدا ان هي تتحط على سطح التربة بالطريقة دي. اولهم ان هي بتمنع نتح التربة، فبتخليك توفر مية او توفر عدد مرات ري. ثانيا ان هي بتتحلل ببطء شديد جدا في الارض،
فبتدي كالسيوم على طول، ممكن تقعد لحد 6 شهور او سنة على ما تختفي تماما، وبالتالي طبعا حسب الكمية وحسب هي متغطية في طبق التربة ولا لا. لو مش متغطية طبعا هت ايه هت تتحلل ابطأ لو هي باينة للشمس يعني. وادي قشور البيض من فوق، انا بحب اغطيها. مهم جدا بقى ان احنا طالما حطينا قشور بيض يبقى لازم مرة في الاسبوع نروي باي حمض، حتى وان كان ملح ليمون، نجيب كده كمية صغيرة من ملح الليمون ونجيب معلقة اكل كده او معلقتين على لتر مية ونروي بيه النبات. مثلا احنا ناخد بالنا ان احنا نثبت يوم مثلا يوم الجمعة الصبح الرية بتاعتي تكون بملح ليمون او تكون بخل، او تكون لو عندي هرمون الهيوميك اللي هو هيوميك اسيد ده ممتاز او فوق من ممتاز، وطبعا لو عندي الفوسفوريك اسيد ده محترم جدا برضو. لكن كفاية جدا ملح ليمون علشان الحمض هو اللي بيدوب البيض او القشور بتاعت البيض، لان قشور البيض طبعا ده ملح كالسيوم يعني ملح يعني قلوي، فطبعا احنا عارفين ان اي حاجه قلويه بتدوب في الحمض، ف الافضل يعني ان احنا نروي مره في الاسبوع بحمض يعني. هغطيها كويس وهرويها ومش هرويها تاني. لحد امتى يا عم؟ لحد ما اتاكد ان التربه دي جف منها اول 10 سم تقريبا، تقريبا كده في الجو اللي احنا فيه ده هتقعد 3 اسابيع او يمكن شهر حسب معدل الشمس يا جماعه. يعني الموضوع ملوش علاقه بحاجه تانية غير الشمس هتلفح في الجردل ده قد ايه. تلفح ساعتين في اليوم ساعتها اصلا ما ينفعش ان انا ازرع فيها يعني اي فواكه، ولا هتلفح 4 ساعات، ولا احنا على الروف هتلفح 14 ساعه و13 ساعه. ساعتها هنقول ما تكبتش سطح التربة، انا بس من على الاركان بضغط مش اكتر، لكن سطح التربة نفسه ما بكتموش، انا بضغط من الاركان بس كده اهو علشان التربة ايه تفرغ الهواء اللي فيها اهو كده. تمام كده انا نقلتها في مكانها، نديها بقى ايه شوية المية الحلوين من على طرف القصيص، نتأكد ان المية نزلت نقطة او نقطتين من تحت. طيب في حاجة كشفت شوية بيض حتة الوفيرا او بتاع يعمل مشكلة؟ لا. عايز تغطيها غطيها، مش عايز تغطيها خلاص. واتفرج بقى ان شاء الله في الجزء اللي جاي على شكلها بقى لما ان شاء الله تلعلع كده والنموات الخضرية كده تزهزه كده في الربيع بعد شهرين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا، سلام عليكم.